انا احتاج كل حاجه بقى. ايش اشتي كل حاجه بقى. بشغل وشغل وبقى وصفن وصفر لبقى شغل للشباب اللي هن رضيح، ولبقى احنا يرحمونا يعطونا حاجه ينقذونا. احنا تعب جلوس في هذا الكود في القبار هذا وفي التعب. العيش احنا ماشي معاه شغال، مش عندهم شغال جلوس معاهم هذا اربع مواسي قراش، ساعه يحيوا وساعه يموتوا. مش اشتغلوا؟ وين اشتغلوا؟ لا رجال اشتغلوا ولا يلا نسوان معاهم شغل اشتغلوا جلوس. معيشتكم اليومية ماذا تأكلون ماذا تشربون؟ عشتنا معنا هذا المواشي، الله ناكل منه الشراب، والله مش معنا أي حاجة. ساعة يموتوا يا تحصل منهم، ساعة حصل لنا سخلي باعوا. طيب مع الحرب الآن كيف الوضع؟ الوضع زايد على أول، وين يروحوا؟ كان عاد أول اشتغلوا هبولهم يطلبوا لهم الله أعطى الدنيا، لكن حال مع الحرب هذا مع القلم على ذا مش عاد يروحوا، جلوس في البيوت. طيب أبرز ما تحتاجونه هنا أنتم في هذه القرية؟ نبغى اعمال، نبغى مدارس، نبغى ماشي على ما يجينا ماء، يوم ماشي ويوم يندونا ماء ويوم ماشي نبر ناصر، مش عندنا ماء. ما فيش ماء؟ لا، حسين يحفرونا بيار هنا قريب مننا، من قال الشرب قريب مننا. الوضع نحن أسوأ شيء. أولا نعاني مثلا نحن يعني من قطاع الديزل، ديزل صباح ما فيش، واللي معه مزرعة في الأرض هذه مش يقدر عاد يوفر ديزل من القلاء. ثانيا اللي معه مزرعة بيشغل حتى الناس اللي بيشتغلوا. مش يقدروا على يشتغلوا مع الناس اللي يطلع لها يعني شيء 500 ريال 1000 ريال، هذا مش موفر. يعني الديزل اصبح الان ازمه في كل مكان. ثانيا احنا عندنا الطلبه الان ما يتحصلوا على التعليم، ليش؟ لان مدارس مش موجوده، وفي مدارس بعيده ولا راحوا يروحوا عجره، والباقيين يقول لك انا مش قادر اروح من المواصلات هذه لا توجد هناك. يعني انت معك مزرعه ما تقدر تشغلها، ما فيش المشتقات النفطيه ازمه. ما فيش، النفط مش موفر. واصبح يعني يقول لك احيانا تجي في المحطه وصرفوه في يوم واحد تجي انت مش توصل. يعني يوقف قس لك اكثر من شهرين ثلاثة شهور لما يقول لك بنورد. يعني اغلب محطات تحصلها يعني فاضيه. بترول احيانا ديزل احيانا بترول، كل الناس في ازمه. اصبح الان الامن استقرار، نشتري هنا اولا كل شيء امن استقرار في البلاد. ثانيا وظائف يعني الناس اللي اليوم حاطين العمل على الاقل حتى في المصانع الخاصه على الاقل، لانه يلبوا من القرى اللي هي قريبه وفي مصنع قريب، يوظفوا من ابناء القرى بدل ما يجيبوا ناس من اخر البلاد ودخلوهم بوساطات، وفي ناس لم يدخلوهم. اصبحوا ما يحصلوا على وظائف. وظائف دولة للآن أصبحت ما فيش، تخرجوا بعضهم في بعض مناطق غيرنا، احنا عندنا يمكن احنا بعضهم ثانوية عامة عندهم، لكن مناطق أخرى عندهم بكالوريوس تحصله ما يحصل وظيفته. يعني أغلبهم إيش تتمنى؟ إيش منيتك؟ أتمنى احنا أولاً الآن المفروض أن يعني الدولة أن تلتفت على الأسعار هذه عن التجار، تخفيض الأسعار للناس بدل ما يجي يشيل حاجة قلق تصبح يحصله ما يقدر يوفرها، لأنه كله قلق الأسعار، كل حاجة مش موفرة. يعني نحن بحاجة إلى مدرسة في القرية نفسها هذه، بحاجة إلى وحدة صحية، بحاجة إلى أن إذا في ناس توظيف للشباب هذولا، هذولا نحن أصبح يعني أزمات كبيرة عندنا، ما نقدر نتوفر عندنا الأشياء هذه. بحاجة الماء، الماء هذا عندنا نحن لنا يعطونا يوم وقطع لنا يومين، هذا نحصل الماء. هذا اليوم اللي جينا نحن في حالة تشغيل الكهرباء أحيانا مش يوصل عندنا، في المناطق ذيك يقطعوه لأن معاهم شباطات أحيانا يصبطوا عندهم. ونحن ما فيش، ما تقطع الكهرباء اجى قليل الماء يقطع علينا، مش نستكفي القريه دي كلها حتى بالماء. تحصلهم يعني بعضهم يشيل حمار وراح ينقل من مسافه بعيده فوقها، يشيل دبتين ولا دبه. وازمات كثيره عندنا في المنطقه، كم يعني نحن نشتي هذه اهم شيء، اهم شيء توفير مياه. ثانيا الكهرباء هذه لان تشغيلها ساعه ساعتين اصبحت يعني مش كافيه للمواطنين، درجه اساسيه. ثانيا نحن حقهم يوفرونا لكل حاجه، للتعليم للطلبة لهم مدرسة في القرية. هل عندنا ممكن منطقة واسعة ممكن يبنوا في أي مكان يبنوا مدرسة، يبنوا وحدة صحية، ونحن هذا اللي نريد من الدول. ها ما فيش وحدة صحية هنا؟ ما فيش لا وحدة صحية ولا مدرسة. أصبحنا نودي من زايدة، وأحيانا بعضهم يروحوا كان الخداد أول مناطق بعيدة، والمواصلات أطفال زي ما هذا تودي مش تأمن عليه من المواصلات، أنا مش مواصلات.